الخير على احلى ستات منصوره، استكمالا لشرح الدائري اللي احنا كنا بنتكلم عليه. احنا اتكلمنا عن طقم، اخر حاجه كنا بنتكلم عن طقم الاف ار اللي هو زي ما احنا بنقول اساس حفظ الاكل في الثلاجه. احنا نازل معانا الاسبوع ده حاجه شبيهه بالاف ار بس احجام مختلفه، احجام كبيره. معانا الاتنين لتر، بس 2 لتر ده شبه يعني فلات شويه مش زي التاني عميق، وثلاثة واربعة لتر. تمام، هما طبعا بياخدوا شكل الدائري بالظبط. طريقة القفل بنقفل من ورا لقدام. تمام اهي قفلت خلاص، بنفرغ الهواء، نرفع طبعا نفرغ الهواء. تمام، احنا بنقول الحجام دي مميزة جدا في حاجة. اولا حجم الفلات ده انا بحبه جدا انك بتستخدميه، غير طبعا في الحفظ وفي كل الحاجات دي، حفظ الاكل زي ما قلنا والفروت سات وباقي الاكل وكل حاجه في الثلاجه. تقدري تستخدميه للحاجات اللي مش محتاجه ارتفاع، زي لو عندك بقيه جاتو فطير تشكلي طرطات فيه، الحجم ده جميل جدا. ومعانا الحجم ده برده بينفع، غير ان هو بينفع في باقي الاكل، وكمان بنستخدمه في حفظ زي ما احنا قلنا الفاكهه والخضار اللي على شكل دائري. ممكن تحط فيهم كمية قرص، تحط فيهم كمية كيك. الأحجام دي فعلا الناس بتستخدم الحاجة بكميات حلوة جدا. طبعا من أروع الأحجام اللي نزلت معانا أكبر حجم في الإف آر هو 4 لتر.